يبحث زعيم المعارضة البريطاني جيريمي كوربين خطط البريكزيت خلال محادثات يعقدها مع كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه في بروكسل. واتهم كوربين رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالتراجع المستمر بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذرا من خطر الخروج دون اتفاق. لقد أجرينا مناقشات مفيدة وصريحة جدا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وبالطبع مع ميشيل بارنييه. الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي خطر ماثل وجدي للغاية على بريطانيا. بينا أننا في حزب العمال لا نوافق على ذلك بسبب تداعياته على الوظائف والأغذية وعمليات التوريد والتصنيع. طرحنا التفاوض على الاتحاد الجمركي والمواءمة لضمان الوصول إلى الأسواق. وللتعليق على هذا الملف ينضم إلي من بروكسل مراسلنا لبيب فهمي. لبيب، هذا الشد والجذب عبر ضفتي الأطلسي مستمر منذ شهور، وجيريمي كوربين يحط رحاله في بروكسل. ما الذي يود قوله لقادة الاتحاد الأوروبي غير الذي قالته تريزا ماي رئيسة الوزراء؟ على كل هو أتى إلى بروكسل فقط لتجديد موقف حزب العمال البريطاني بالموقف الذي قاله في هذا التصريح، بأن حزب العمال يؤكد على ضرورة أن يكون هناك في المستقبل اتحاد جمركي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأن تتواصل العلاقات المستقبلية جيدة. كل ما يستطيع أن يقدمه جيريمي كوربين هو هذا، لأن المفاوضات تتم بين مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من الحكومة البريطانية، وبالتالي فالآن المفاوضات هي ربما عند نقطة الصفر فيما يتعلق بشبكة الأمان الخاصة بالحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية. الاتحاد الأوروبي ما زال يكرر بأنه لا يريد إعادة فتح ملف المفاوضات، وبريطانيا تريزا ماي أمس في بروكسل أكدت بأنها تريد بعض الضمانات القانونية. يبدو في آخر المطاف بعض الحلول التي اقترحت على الطاولة والتي تبينت اليوم هي على الأقل أن يمكن لبريطانيا الخروج من شبكة الأمان هذه من شكل منفرد، ولكن الإعلان عنه وتطبيقه خلال سنة. هذا هو المقترح الوحيد الذي يتم نقاشه حاليا في بروكسل بين ممثلي بريطانيا وممثلي الاتحاد الأوروبي، وأيضا إعلان سياسي ينشر يوم 29 مارس. نعم. يضم كل العلاقات المستقبلية الجيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. هذا كل ما يوجد حاليا في هذا الملف في بروكسل. شكرا جزيلا لبيب فهمي مراسلنا من بروكسل.